السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. معلش عرفنا بنفسك. والله انا والد المتوفى الى رحمه الله اسلام صالح محمد. ده حد معاك حاجه ولا مش حد؟ روح احنا هنتكلم في قصه اللي انت ما دخلتش ليه المحاكمه، يعني تحضر كانك اللي انت ايه ولا مش ولا شيء. ماشي جاهز؟ يلا حاج. السلام عليكم يا حاج. كل عام وانت بخير. ومن امامك المحاكمه بتاعت مبارك. انا حضرتك ابو الشهيد. عرفني بنفسك. انا والد اسلام صالح محمد سعد. يا ربنا يتقبلنا ان شاء الله من الشهداء. طب يا حاج انت ما دخلتش ليه النهارده المحاكمه؟ ما ديك شايف احنا بنضربنا النهارده كلنا. في ناس هذا الراجل ده اهو متعور اهو. احنا الامن المركزي دعاكنا موتونا ضرب. ليه يا حاج ليه؟ من غير ليه احنا مش اهل الشهداء؟ هو ضرب عشان بيقول في واحد زق الطوبه. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا مين زق الطوبه؟ ما حدش زق الطوبه. انت حضرتك بتجي انت فين حضرتك؟ لا 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 هو كان بيقول كده. احكي لي اللي حصل يا حاج النهارده الصبح. حضرتك اللي حصل ان احنا اتمنعنا اصلا من الدخول. بقت الناس تضربنا بطوب والشرطه بقت تضربنا بالعصي. الامن المركزي تاني ضربونا بالعصيان. خلصت بقى حضرتك. رحت التجمع الخامس. انا كنت في التجمع الخامس من شويه. كان عندنا جلسه هناك. انا كنت شاهد من عشان عند جلسه الاقسام. اقسم بذات الله اتضربنا بالعصي ومتصورين في قناه خمسه قناه تحرير. قناه تحرير صورت كل اللي احنا ذاك اللي احنا موتونا ضرب هناك. اقسم بالله بالعصي واللي هو واقف ويلا علينا. فاحنا مش عارفين احنا رايحين لغايه فين. الناس دي عايزه مننا ايه؟ والجيش سابنا ومشي ليه؟ سابنا يعني حاميها حراميها سابنا يعني الداخليه اللي ضربونا هم اللي حامينا. هم اللي حامينا قصدي ازاي يعني؟ احنا خرجنا من عبد السلام جمعه حضرتك عملنا مشاكل كبيره. دخلونا في احمد رفعت. احمد رفعت ده حضرتك القاضي المبجل اللي هو امر بالعباره كل اللي كانوا في العباره كلهم براءه. يعني قمنا من حفره وقعنا في ضحضيره. احنا الدنيا كلها متامره على دم الشهيد وعلى اهل الشهداء. بدليل النهارده كلنا اتضربنا بالعصي. نروح فين؟ مين يجيب لنا حقنا؟ احنا مش عارفين فين الجيش وفين الناس. ازاي يسيبونا يبهدلونا؟ يسيبوا الامن المركزي اللي ضربنا اصلا وموت عيالنا هم اللي يضربونا تاني. هم اللي يعني حاميها حراميها. فين العدل؟ فين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عايزين تجننونا؟ تجننوا البني ادمين يا جماعه. انتوا كده بتستفزونا. وبعدين السيد المشير حطت لنا عسكر في الميدان. مش هو ده الحل؟ الحل فك الرمز بتاع الشرطه وشوف الدنيا فكها كده وخلي الشرفاء يمسكوا اللي هم بيقولوا عليهم مجانين. في ناس في الشرطه محترمه دفسينهم تحت. انتوا عايزينها كده. لو مش عايزينها كده حته صغيره. الناس بتنزل التحرير ليه؟ عشان دم الشهيد وعشان الحقوق. انتوا حاطين لنا عسكري. يعني انتوا مش هتدونا حقوقنا. احنا هناخد حقنا. هنموت زي عيالنا. يا ناخد حقنا يا نجيب حقهم يا هنموت زيهم. شكرا يا حاج. شكرا. برافو عليك يا شيخ. النبي بلغ. السلام عليكم يا حاج. وعليكم. كل عام وانت بخير. ومن امامك المحاكمه بتاعت مبارك. انا حضرتك ابو الشهيد. عرفني بنفسك. انا والد اسلام صالح محمد سعد. يا ربنا يتقبلنا ان شاء الله من الشهداء. طب يا حاج انت ما دخلتش ليه النهارده تحضر المحاكمه؟ ما ديك شايف احنا بنضربنا النهارده كلنا. في ناس تعالى بص كده الراجل ده اهو متعور اهو. احنا الامن المركزي دعاكنا موتونا ضرب. ليه يا حاج ليه؟ من غير ليه احنا مش اهل الشهداء؟ هو ضرب عشان بيقول في واحد زق الطوبه. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا مين زق الطوبه؟ ما حدش زق الطوبه. انت حضرتك بتجي انت فين حضرتك؟ لا 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 هو كان بيقول كده. احكي لي اللي حصل يا حاج النهارده الصبح. حضرتك اللي حصل ان احنا اتمنعنا اصلا من الدخول. بقت الناس تضربنا بطوب والشرطه بقت تضربنا بالعصي. الامن المركزي تاني ضربونا بالعصيان. خلصت بقى حضرتك. رحت التجمع الخامس. انا كنت في التجمع الخامس من شويه. كان عندنا جلسه هناك. انا كنت شاهد من عشان عند جلسه الاقسام. اقسم بذات الله اتضربنا بالعصي ومتصورين في قناه خمسه قناه تحرير. قناه تحرير صورت كل اللي احنا ذاك اللي احنا موتونا ضرب هناك. اقسم بالله بالعصي واللي هو واقف ويلا علينا. فاحنا مش عارفين احنا رايحين لغايه فين. الناس دي عايزه مننا ايه؟ والجيش سابنا ومشي ليه؟ سابنا يعني حاميها حراميها سابنا يعني الداخليه اللي ضربونا هم اللي حامينا. هم اللي حامينا قصدي ازاي يعني؟ احنا خرجنا من عبد السلام جمعه حضرتك عملنا مشاكل كبيره. دخلونا في احمد رفعت. احمد رفعت ده حضرتك القاضي المبجل اللي هو امر بالعباره كل اللي كانوا في العباره كلهم براءه. يعني قمنا من حفره وقعنا في ضحضيره. احنا الدنيا كلها متامره على دم الشهيد وعلى اهل الشهداء. بدليل النهارده كلنا اتضربنا بالعصي. نروح فين؟ مين يجيب لنا حقنا؟ احنا مش عارفين.
فين الجيش وفين الناس؟ ازاي يحسبونا يبهدلونا؟ يسيبوا الامن المركزي اللي ضربنا اصلا وموت عيالنا، هم اللي يضربونا تاني، هم اللي يعني حاميه حراميه. فين فين العدل؟ فين فين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عايزين تجننونا، تجننوا البني ادمين يا جماعه، انتوا كده بتستفزونا. وبعدين السيد المشير حطت لنا عسكر في الميدان، مش هو ده الحل؟ الحل فك الرمز بتاع الشرطه وشوف الدنيا، فكها كده وخلي الشرفاء يمسكوا اللي هم بيقولوا عليهم مجانين. في ناس في الشرطه محترمه محترمه محترمه، دفسينهم تحت. انتوا عايزينها كده، لو مش عايزينها كده حته صغيره. الناس بتنزل التحرير ليه؟ عشان دم الشهيد وعشان الحقوق. انتوا حاطين لنا عسكري، يعني انتوا مش هتدوا لنا حقوقنا. احنا هناخد حقنا، هنموت زي عيالنا، يا ناخد حقنا يا نجيب حقهم يا هنموت زيهم. شكرا يا حاج، شكرا. برافو عليك يا شيخ.